معنا من أربيل مراسلنا هوا عزيز. هوا، إذن حصول المكون الكردي على 3 وزارات ألا يعيدنا هذا إلى موضوع المحاصصة والاكتفاء بهذه المحاصصة الوزارية لتأجيل المشاكل المزمنة التي لا تحل، وإنما يعني تبدو وكأن الحصول على هذه الوزارات وأنها شيء للتغطية على المطالب الأخرى؟ كيف ينظر الشارع الكردي إلى هذه الحكومة وتشكيلتها الجديدة؟ يعني على مستوى الشارع يوسف، هناك ارتياح نسبي في الشارع الكردي فيما يتعلق بالحكومة القادمة، سيما وأن المعضلة التي استمرت خلال الأشهر العشرة المنصرمة بعد الانتخابات التشريعية ألقت بظلالها الثقيلة على الوضع المعيشي هنا في إقليم كردستان. لذلك فإن الشارع يبدو متفائلا نوعا ما في أن هذه الأزمة وهذه المعضلة قد حلت ولو بشكل مؤقت، مما يعني انفراج في الوضع الاقتصادي وربما السياسي أيضا، وهذا يشكل عامل إيجابي بالنسبة للشارع في إقليم كردستان. ولكن بالنسبة لعملية المحاصصة فهي تحصيل حاصل، سيما إذا لم تكن عملية المحاصصة موجودة ما كانت هذه الحكومة ستتشكل. أبرز الملفات المعقدة التي تواجه حكومة الشيع السوداني على صعيد تعاملها مع إقليم كردستان، طبعا هناك ملفات كثيرة بين الطرفين وهي معظمها شائكة ومعقدة، ولكن أبرز 3 ملفات هي ملف النفط والغاز تصدير من الإقليم، وملف يعني قوات البيشمركة ومخصصاتها المالية، بالإضافة إلى ملف المناطق المسمى دستوريا بالمتنازع عليها وفي يعني صلبها قضية كركوك التي تشكل بالنسبة للمكون الكردي قضية جوهرية لا يمكن المساومة عليها. لذلك هذه الملفات الشائكة ستعرض مباشرة على الحكومة القادمة علها تجد يعني حلول ولو آنية لهذه المعضلات. الجانب الكردي سواء القوى السياسية أو الشارع الكردي يعولان بشكل عام على ربما حل مسألة التخصيصات المالية لقوات البيشمركة وتمرير قانون النفط والغاز، وخصوصا الجانب المتعلق منه بتصدير النفط والغاز من إقليم كردستان في هذه المرحلة الجديدة التي سبقتها طبعا تفاهمات سياسية بين الكتل الرئيسية في البرلمان العراقي وكذلك مع القوى الرئيسية هنا في إقليم كردستان. لذلك طيب، أجواء من التفاؤل المشوب بالحذر طبعا تسود إقليم كردستان، سيما وأن الحكومات السابقة كانت قد تعهدت بنفس هذه التعهدات ولكنها لم تفي بما تعهدت. طب لو تحدثنا عن يعني الأجواء الكردية في الداخل، رأينا ما الذي حصل في انتخاب الرئيس، كيف تمت الإطاحة بالسيد برهم صالح والوعود التي قدمت من تركيا ومن إيران، وكيف يعني جاء بالرئيس الجديد، هل أحدث هذا خصومة بين الأحزاب الكردية بعد كل هذا المخاض السياسي؟ يوسف، هذا الموضوع قبل يعني انتخاب أو اختيار الدكتور لطيف رشيد رئيسا للجمهورية كنت قد أشرت إليها في بغداد في رسالة عاجلة بأن لطيف رشيد هو مرشح التسوية المتفق عليه مسبقا بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولكنه لم يعلن عنه في حينه ربما لأسباب تكتيكية، أسباب تتعلق بالوضع الداخلي في الحزب، ولكنه هو هذا هو التحصيل الحاصل وهو هذا الموجود الآن. لطيف رشيد قدم نفسه أو عرض نفسه على البرلمان العراقي على أنه مرشح مستقل، ولكنه بعد يعني انتخابه داخل البرلمان خرج يعني رئيس الحزب الديمقراطي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وأكد بأنه لطيف رشيد كان مرشحهم إلى رئاسة الجمهورية، ولكنهم لم يعلنوا عن ذلك مسبقا ربما لأسباب كما أشرت إليها، أسباب تتعلق بالتكتيكات السياسية والتفاهمات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولكن العملية جرت بسلاسة وربما لن تكون هناك يعني مزيد من الخلافات بين الطرفين، بل بالعكس هناك الآن تفاهمات حول منصب رئاسة الجمهورية وتقاسم الوزارات 3 التي ستكون من حصة المكون الكردي. شكرا جزيلا لمراسلنا من أربيل هوا عزيز.